السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نقدم لكم تصميم واجهة لمشروع مع ارتباطات تشعبية للأقسام الرئيسية لهذا المشروع، وبطابع كرياتيف وإبداعي وجميل في برنامجنا مايكروسوفت باوربوينت. ففضلا وحبا وتكرما التفاعل قدر الإمكان مع هذا المحتوى لحتى نقدم لكم المزيد من خلال ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة عالمكم نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وأيضا سبق وأطلقنا دبلوم متكامل في برنامج باوربوينت من الصفر حتى تصميم المشاريع الاحترافية، بإمكانكم الدخول إلى موقع عالمكم من خلال الرابط المرفق بوصف هذا الفيديو. وأيضا رح نشوف أنه تم تطوير المنصة التعليمية لحتى تكون الأولى على مستوى الوطن العربي إن شاء الله وتعالى في توظيف خدمات الذكاء الصناعي لخدمة الطلاب أثناء متابعة الدورات. بإمكانكم تدخلوا إلى الموقع ومن ثم إلى قسم الدورات ومن ثم إلى دورة باوربوينت من الصفر حتى الاحتراف، وتقرأوا عن مزايا الدبلوم وهدايا الدبلوم ومسار التعلم وكل ما تحتاجونه. وأيضا بإمكانكم النقر على نافذة المحادثة للبدء بالمحادثة مباشرة، ورح أكون معاكم أول بأول إن شاء الله وتعالى. وأيضا من خلال مفتاح الشات الجي بي تي شايفينه على يسار الشاشة بإمكانكم نقرأ لمرة واحدة وأن تكتب ما تشاء لحتى الذكاء الصناعي يبدأ بالرد عليك مباشرة. طبعا تم توظيف الذكاء الصناعي لخدمة الطلاب بنمطين، وسواء كان الشات أو كان موضوع الصور، فممكن بالأيام الجاية إن شاء الله نعمل شروحات أكثر عن هذه المزايا والتحسينات والتحديثات اللي تم تطبيقها على منصة عالمكم وخصيصا دبلوم باوربوينت. ونبدأ عبر الله الآن بشرح فكرتنا في برنامج باوربوينت بتصميم واجهة مشروع احترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. ومثل ما أنا شايفين في عنا تصميم جميل وبسيط لغلاف مشروع، أو ربما تكون عبارة عن شاشة أو شريحة رئيسية تنطلق منها إلى أقسام مشروعك، سواء كان بروفايل شركة، سواء كان حلقة بحث أو مشروع تخرج، أو كان حقيبة تدريبية أو درس تعليمي أيا يكن. كمان مثل ما بتحب تشتغل بالعربي أو بالإنجليزي المحتوى يعود إلى حضرتك. نبدأ بالنقر باليمين والوصول إلى شريحة جديدة. أول شيء خلني أختار الشريحة تكون عندي فارغة ونبدأ على بركة الله. نتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال مختار عندي مستطيل، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بمساحة معينة وليكن معاي بهذا الشكل. أيضا بتوجه إلى إدراج ومن أشكال نختار مستطيل آخر، لكن خلي المرة أخذه مستطيل بزوايا مستديرة، وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل معانا بهذا الشكل. أضغط Ctrl زائد Shift وبنقر مع السحب لحتى أنا أعمل تكرار لهذا المستطيل. مع مفتاح الكنترول بحدد المستطيلات أو الأشكال الثلاثة اللي قمت برسمها وبختار Ctrl زائد X يعني قص. بنتوجه إلى قائمة عرض ومن ثم الشكل الرئيسي للشريحة. رح ننقر بيمين ونختار إدراج تخطيط. طبعا بجي بحذف كل الكائنات الافتراضية الموجودة وبختار Ctrl زائد V للأشكال اللي أنا قمت برسمها. هذه الأشكال رح تكون عبارة عن مواضع لإدراج الصوريات، لكن بحيث أن أنت تضيف هذه الصورة أو أنك تغير أي صورة مع بقاء التنظيم لتخطيط الشريحة. لذلك بنتوجه إلى قائمة الشكل الرئيسي للشريحة ومن إدراج عنصر نهائي بنختار صورة وبنكر مع السحب لحتى أنا أرسم إطار معين يكون يعني نوعا ما أوسع شوي من إيش من المستطيل، وبجي بختار نقل إلى الخلفية، وأنا ضغط على مفتاح الشيفت الآن من الكيبورد بحدد المستطيل، فأصبح عندي مربع إدراج الصورة أو عنصر نائب لصورة مع المستطيل تم تحديده. نتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال نختار التقاطع، فبيكون حصلنا الآن على مستطيل لكن بهيئة إدراج صورة. طيب ممكن الآن نكرر العملية مرة تانية من الشكل الرئيسي إدراج عنصر نائب ومن ثم صورة، وبنقر مع السحب لحتى أرسم هذا الإطار على قدر الشكل الثاني.
نفس المبدأ بنختار نقل إلى الخلفية، بضغط شيفت وبحدد المستطيل، ومن دمج الأشكال بنختار التقاطع، ومنكرر العملية مرة تانية. نختار أيضا من الشكل الرئيسي عنصر نائب صورة وبنقر مع السحب لحتى أرسم هذا الشكل. نقل إلى الخلفية، أضغط شيفت وحدد المستطيل، ونتوجه إلى الدمج ونختار تقاطع. خلاص، هذه العملية تسمى تخطيط الشريحة. فلذلك رح ننقر على إغلاق العرض أو عرض الشكل الرئيسي، ونرجع إلى شريحتنا، ننقر باليمين، نتوجه إلى تخطيط، وبيكون ظهر معي التخطيط الجديد اللي نحن قمنا بإنشاؤه. فيتم تحويل تخطيط الشريحة إلى التخطيط اللي قمنا بإيش بإنشاؤه. ننقر فقط على الرموز هذه أو الأيقونات فقط لإدراج الصوريات، وراح تنزل الصوريات بمساحاتها. نبدأ نختار الصورة الأولى، ولكن عندي هذه الصورة، نختار إدراج، فمنلاحظ أنه تم تعبئتها بداخل الشكل دون أي زوائد. بجي إلى الرمز الثاني، نفس المبدأ، بجي بختار هذه الصورة، ونفس المبدأ الثالث نختار هذه الصورة. ممكن الآن نحدد دول الشكلين مع بعض البعض. راح نختار حدود ولكن عندي إياه باللون الأبيض، وبنختار سماكة للحدود ولكن معي هذا الحد، وبنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق العنصر وإلى الظل، ونختار الظل يكون عندي إياه إلى اليسار. ممكن نشتغل فقط بعض الشيء بالشفافية، ونزيد ضبابية بعض الشيء لحتى نعمل منطقة العزل يا أصدقائي مثل ما أنا شايفين بالضبط. بهذا الشكل بيكون إحنا خلصنا من تخطيط الشريحة الجزء الخاص بالصوريات. طيب، ممكن نضيف الآن عبارة عن نصوص وأشكال. أنا كنت قبل شوي ضايف بعض النصوص. طبعا نوع الخط هذا الموجود أو المستخدم رح يكون متوفر لحضراتكم بوصف هذا الفيديو. هذا هو نوع الخط اللي هو الجويفول، رح يكون متاح للتحميل مباشرة، خط جميل للغة الإنجليزية. طيب، أنا حتى ما أعيد العمل من أول وجديد وعلى عجل، ممكن نحدد الآن كل هذه العناصر اللي هي عبارة عن مربع نص للعنوان، مربع نص للسلوغان أو العنوان المرفق، وعندي نص عادي مرفق معهم، وعندي مستطيل بسيط. بختار كنترول زائد سي، وبجي بختار كنترول زائد في. أيضا في عندي هذه العبارة عن مربع، وعندي نص، وعندي مستطيل، وعندي النص اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن القوائم أو عبارة عن العناوين الرئيسية. طبعا بكل بساطة واختصار أنه تم التعامل معها من خلال إدراج أشكال. نختار شكل معين وليكن عندي هذا الشكل، تمام يا أصدقائي، بهذا الشكل. بختار يكون عندي بدون إطار، وعندي التعبئة تكون عندي تعبئة متدرجة، تعبئة متدرجة، تمام. وممكن نغير الـ يعني الزوايا اللي فيها التدرج اللوني بالأسفل بالأعلى المكان اللي ترغب له. صف عندي فقط موضوع الظل اللي احنا شايفينه كيف ممكن نطبقه. فلذلك رح نبدأ بالتوجه إلى خيارات التأثيرات وإلى الظل، ونبدأ باختيار لون الظل أول شيء. هذا هو لون الظل، ونبدأ بضبط هذه الإعدادات، رح أذكرها بالأرقام عشان يطلع معنا نفس الظل. فبختار شافية بنسبة 76%، أما الحجم نجعله بمقدار 102، أما الضبابية رح تكون معنا بمقدار 36 نقطة، تمام. وأما الزاوية بختار بزاوية 30، وأما المسافة بمقدار 15، بيكون ظهر معنا الظل. هذا الظل الجميل يعطيني منطقة العزل فقط لا غير. طيب، أما ما تبقى من نصوص عبارة عن فقط لا غير إدراج مربعات نصوص، ومنوضعها بهذه الأماكن. أنا فقط عشان وقتكم بهذا الفيديو ما شرحت كل هذه التفاصيل. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال مختار عندي هذا الشكل اللي هو عبارة عن إطار. أضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنكر مع السحب لحتى يكون في عندي تناسب ما بين الطول والعرض. منصغر شوي حجم الإطار أو العرض، بختار له بدون إطار، وأيضا بختار تعبئة متدرجة. الآن بتوجه إلى استدارة، وبختار خيارات الاستدارة والاستدارة بمقدار 40-45 درجة، وممكن أسحب الإطار إلى هذا المكان أزين فيه فقط تكستشر الصورة أو ملمس الصورة. ممكن أعمل كنترول زائد دي أي تكرار، بضغط كنترول مع الشيفت من الكيبورد، وبجي إلى الزوايا وبختار وليكن عندي هذا الشكل. ممكن نرفع إلى هذا المكان، ممكن أضغط على كنترول وأكرر وأجعله في شكل آخر بهذا المكان. ونحن الآن لو شغلنا شريحتنا رح يكون تصميم الشريحة بشكل إبداعي واحترافي، ويمكن توظيف هذه العناصر فقط للنقر للتوجه إلى أي أماكن. أنا بس فقط حبيت أذكركم بكيفية الارتباطات. بجي بحدد على مربع النص
على مربع النص على الحواف وليس ضمن النص على الحواف. نتوجه إلى إدراج ومن ثم ارتباط أو إجراء، تنتين سواء نفس الشيء. الإجراء النقر بالماوس وبجي بفعل ارتباط الشعبي، ما هو نفسه هذا، وبجي بختار شريحة وبقول له أنا حاب أنتقل بالرقم 1 إلى الشريحة رقم 2، أي أن القسم الأول موجود بالشريحة رقم 2، بعطي موافق ومن ثم موافق. نفس الشيء الشريحة التالية، أو عفوا الزر التالي، بتوجه إلى إجراء ارتباط الشعبي إلى الشريحة اللي هي رقمها 3، موافق موافق، وعندي 4 بحدد على الحواف، إجراء ارتباط تشعبي مع الشريحة رقمها 4، ومن ثم أخيرا عندي إجراء ارتباط تشعبي مع الشريحة رقمها 5. بهذا الشكل قمنا بربط هذه العناوين مع الشرائح الفرعية. أما ما تبقى فبيعود إلى المحتوى الخاص بحضرتك بكيفية توزيع وتصميم تخطيط هذه الشرائح بما يتناسب مع المحتوى. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فحبا وفضلا وتكرما لا تنسوني من دعائكم بداية وتفاعلكم على هذا المحتوى لحتى نقدم لكم المزيد. دمتم برعاية الله، محبكم أحمد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.